ازيكم يا مواليد برج العقرب؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا. النهاردة هنتكلم عن توقعات برج العقرب لليوم الجمعة، اليوم الاول من شهر اكتوبر تشرين الاول. النهاردة انت بحاجة انك تحافظ على اطارك الذهني يكون مستقر وتفكر في الامور بطريقة منطقية وعقلانية. لازم انك تحكم عقلك في كل تصرفاتك النهاردة قبل ان تقفز بكلتا قدميك في اي امر تقوم به. لازم انك تكون متأكد من كل الحلول اللي قدامك، لان الوقت ده وقت الخيال بالنسبة لك. عشان كده لازم تحول عقلك نحو الرومانسية والاستمتاع بنفسك. ان تطبيق الخيال على الرومانسية سيعمل لصالحك النهاردة. استغل الموضوع ده بشتى الطرق عشان تبقى النتائج اختلفت جدا. اذا حاولت ان تكون خياليا في مكان العمل فهتوصل لنقاط بعيدة جدا عن خيالك لدرجة انك هتتعجب ليها. عشان كده النهاردة استغله في خيالك، استغله في حاجات مفيدة ليك. عاطفيا اليوم ده هيكون مستقر فيما يتعلق بعلاقتك مع حبيبك او شريكك. هيكون برضو قادر على الاستمتاع بيومك بوقت هادئ مع حبيبك النهاردة. اليوم ده مستمتع جدا بيه. ليه؟ خد وقتك للاستمتاع بما لديك، ما تضيعش فرصتك. خذ كل الوقت اللي انت محتاجه عشان تستمتع مع حبيبك. لكن برضو يمكن ان تؤدي المشاركة في الاعمال المنزلية العادية الى خلق مستوى من الرضا في علاقتك. يعني ده ما يمنعش انك تساعد مراتك او جوزك في الشغل في البيت حتى لو بحاجة بسيطة. ده هيمنحه احساس بالسعادة وهيجدد الحب بينكم. مهنيا التكنولوجيا سريعة الخطى، وقد تدرك اليوم ان مهاراتك غير مرحب بها في الاجتماع. يعني النهاردة للأسف كل المهارات اللي انت بتقدمها مش هتكون مناسبة مع رؤسائك في العمل. لكن من الافضل برضو انك تفكر بسرعة ومن ثم تبدأ تعلم مهارة جديدة عشان تعجب بيها رؤسائك. ممكن ده برضو يساعدك على البقاء على قدم المساواة مع منافسيك عشان ما تلاقيش مكانك اتزاح وتحط مكانه حد تاني. لازم تبدأ تفكر في مهارة جديدة تستخدمها عشان تحاول تفضل في مكانك قدام المنافسين الآخرين. وده برضو بيقولك انك تجد نفسك في وضع التخطيط وتحقيق الذات اليوم. ده ما يمنعش برضو انك ممكن تطلب المساعدة من كبار السن النهاردة. هم هيقدروا ينصحوك للحاجات اللي انت برضو مش شايفها كويس. صحيا ممكن انه تؤدي زيادة المفاجأة في التوتر في مكان الشغل الى مضاعفات صحية زي الصداع النصفي والصداع التوتر وارتفاع ضغط الدم. فخليك حريص انك ما يحصلش توتر في مكان شغلك. ده ممكن يؤدي مضاعفات خطيرة بالنسبة ليك. عشان تبقى مستعد يجب ان تبدأ اليوم بالتأمل وتمارين التنفس واساليب الاسترخاء. يعني حاول تريح بالك، تتأمل شوية، تقضي اليوجا عشان تريح بالك للحاجات اللي هتحصل في الشغل، ما تستدعيش انك تتوتر. وبرضو تأكد انك بتشرب كمية كبيرة من المياه وتبتعد عن الأطعمة السريعة لانها ممكن ان تزيد توترك.